شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب، شكرا للفريق على طرح هذا السؤال. السادة النواب، تتعرفوا بأن المملكة المغربية دارت من إدماج الطاقة المتجددة في الباقة الكهربائية خيار استراتيجي. ما تم إنجازه لحد الآن على مستوى التدابير التي تروم حتى المواطن على استهلاك الطاقة النظيفة، وأننا ركبنا أكثر من 366 ألف متر مربع من سخانات الماء الشمسية، في أفق نوصلوا ل 1.7 مليون متر مربع في 2020. تم وضع إطار تشاركي بين وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الفلاحة لاستعمال الطاقة الشمسية في مياه الري، وهذا مهم جدا باعتبار إشكاليات الأمنية اللي كانت يطرح إشكالية السلامة اللي كانت يطرح استعمال الغاز البوتان. خفض الضريبة على القيمة المضافة على معدات وآلية سخانة الماء الشمسية. خفض الرسوم الجمركية على التجهيزات المستعملة للطاقات المتجددة إلى حدود 2.5%. ثم خفض الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات التي تعمل بالنظام المركب من الوقود والكهرباء. ما نشتغل عليه حاليا السيد النائب المحترم هو إعداد إطار قانوني وبرنامج وطني اللي غادي يهدف لاستعمال طاقة الفوتوفولتايك، يعني الألواح الشمسية. وحنا الآن غادي نطلقوا هذا المشروع باش نوصل لهذا المستوى ديال دمقراطة استعمال الفوتوفولتايك، باعتبار أن هذا غادي يسهل على المواطن استعمال هذا بعلاقة مع الشبكة ديال الربط الكهربائي. شكرا سيد الرئيس.